ها سليمة، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من قنينتي. خلينا نبدأ. كيف نسمعوا بالفنانة المعذبة في لوحاتها، أكيد باش نقول فريدا كاولو، مولودة في 6 جويلية 1907 من أب مهاجر يهودي ألماني وأمها من أصل مكسيكي. في 6 سنين من عمرها تعرضت فنانتنا مرض وصيبت بشلل الأطفال، هذاك علاش تأذيت ساقيها اليمنى وما تلبسش روب في حياتها، كان مع كلاسات في الصيف باش تخبي إعاقتها. وفي عام 25 عملت أكسيدان في كار، هذيك علاش كان لازمها تشد الفرش لمدة عام كامل، وحطت لها أمها فرش متنقل ومراية كبيرة في السقف. هذيك علاش كانت وحدها مع روحها، ياخي طلبت ريشة وألوان وأوراق رسم، بدأت ترسم. نهار من لين في نهار من نهارات اكتشفت حبها للرسم. فريدا ما قرتش تعليم أكاديمي للرسم، أما أخذت دروس خصوصية. محور أعمالها الواقع والقدر، هذيك علاش تبع من تجربتها الخاصة في المعاناة، وكان الرسم هو الوسيلة الوحيدة اللي تنفس فيه فريدا من معاناتها وآلامها. عرست فريدا كاولو بالرسامة المكسيكية بدييغو فيراني في 21 أوت 1929، وكان عمرها 22 سنة، وهو وين كان يكبرها 42 سنة. ونتيجة خيانته ليها مع أختها طلقت عام 39، أما بعد عام 40 رجعوا لبعضهم وعرسوا في سان فرانسيسكو. قبل الأيامات من موتها في جويلية 54 كتبت في مذكراتها: أتمنى أن يكون خروجي من المدينة ممتعا، وأتمنى ألا أعود إليها ثانية. السبب الرئيسي لوفاتها انسمام رئوي، لكن البعض يشكوا أن تكون هي السبب الموت نتاعها جرعة مفرطة، كله شكوكات بالطبيعة. تحطت رمادها في جرة في منزلها القديم لكازا أزول، هو البيت الأزرق، بحذا برشة وحف ورسومات نتاعها اللي هو توا دار هذية وليت متحف. ورغم أنه النقاد يصنفون أعمالها ضمن الاتجاه السريالي، إلا أنها تقول في سيرتها الذاتية: لم أرسم أبدا أحلاما، بل أرسم واقعي الحقيقية فقط. هذا الواقع اللي راه مجسد في برشا وجوه وجسدها المملوء بالجراح اللي حاولت أنه تنقل تفاصيله، اللي تعكس ظاهرها الباطني وزوز حواجبها المقرونين، كأنهما غراب ينعى تلك النظرات وشفتاها المنقبضتين، تعبير عن مأساتها وتحملها لآلام شديدة تمزق جسدها. فريدا كاولو تحملت برشا معاناة، ورغم إعاقتها نجمت تعمل فن، هذيك علاش الكل نجمو نعملو، عنا موهبة في ده. ما تنسيوش تدعموني بالاشتراك واللايك، وإذا كنت حبوا بالطبيعة كومنتير. بسلامة.